وحشنا لقاء، وأي لقاء، لقاء كان ثقافي علمي توجيهي، نظمته إطارات من جامعة من الجامعات الجزائرية. حقيقة أن المستوى كان مستوى راقي ومستوى أفكار النيرة. فعلا أننا استفدنا من هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الإبداع الفني بالتنسيق مع طلبة بصمة الشباب. استفاد الطلبة الجدد الذين سوف يلتحقون بالجامعة في جو وكأن لهم سابق معرفة، لأن المعرفة نقلها لهم زملاؤهم الذين هم اليوم إطارات متخرجون من جامعة. هذه الاحتفالية الخاصة بتوجيهات للطلبة الجامعيين للموسم الدراسي 2024-2025، نتمنى من الطلبة الأعزاء أن يكونوا استفادوا من إرشاداتنا وتوجيهاتنا لهم، ونتمنى لهم التوفيق في مسارهم الدراسي والنجاح وتشريف الولاية أحسن تشريف. في كثير معلومات عن الطلبة، تجارب عاشوها، وعطونا الفرصة باش نجسدوا آرائنا والأفكار تاعنا، وشكرا يعني في قادم الأيام وللمستقبل. صديقي سلاف طالبة سنة أولى طب، حضرنا اليوم إلى هذه المناسبة التي حضر فيها العديد من الأساتذة والعديد من الطلبة الجامعيين الذين شاركوا معنا مجموعة من المعلومات، سواء في من ناحية البحوث، من ناحية الحياة الاجتماعية خاصة في الإقامة، العديد من المعلومات التي استفدنا منها كثيرا والتي سنستعملها إن شاء الله في حياة جمعية. Allah Allah.